سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة فاس تي في آه في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم مع الجمعيات. برنامج مع الجمعيات يستضيف الليلة فاعل جمعوي من الفاعلين الناشطين خارج أرض الوطن. نستضيف رئيس جمعية تلال الأطلس مصطفى أبو ليلى. مصطفى أبو ليلى أهلا وسهلا بك على بلاتو فاس تي في آه. أهلا أستاذ محمد ريان، أشكرك على الدعوة اللي استضفتني فيها اليوم، كما كنشكر أستاذ بن يحيى المشرف على قناة فاس تي في آه على الاستضافة. أهلا وسهلا بك على الرحب والساعة، ويسعدنا أن نستضيف الفاعلين الجمعويين خارج أرض الوطن. كبداية لمدخل حديثنا سي مصطفى، من هو مصطفى أبو ليلى؟ مصطفى أبو ليلى من مواليد مدينة فاس، كبرت وترعرعت في المدينة، حاولت نكون في الديار الغربة من واحد السن اللي هو مبكر شوية 20 سنة، كنت في لاسويس، من بعد رجعت للمغرب لأن دائما كان عندي الارتباط بالمغرب، من بعد رحلت للديار السعودية حيث قطنت سنتين تما، من بعد رجعت من المغرب من السعودية، قست 5 سنين هنايا في المغرب لأن كان عندي بروجي هنايا، ومن بعد رحلت الديار الفرنسية اللي دابا 20 سنة راني في الديار الفرنسية. تشتغل في الديار الفرنسية بالضبط في مدينة؟ في مدينة دوشي الفرنسية شمال فرنسا. شمال فرنسا. المقر ديالي والعمل ديالي خلاص تقريبا في فرنسا كاملة. نعم سي مصطفى، ما جعلني استضيفك هو انني تتبعت نشاط اقيم بمدينة ايمو الزركندر. قبل ان تحدثنا على هذا النشاط سي مصطفى، يعني علاقتك بالعمل الجمعوي اولا؟ العمل الجمعوي هذه اكثر من 23 سنه وانا في العمل الجمعوي، منين جيت من الديار السعوديه يعني تما كنشرف على واحد التدريب لواحد في واحد المدينه اللي سميتها ارامكو ينبوع الصناعيه، كنت كنشرف على التدريب في لو دومين سبورتيف، وكنت كنتعامل مع داك الناس وكنت كنشوفهم كيفاش كيخدموا العمل الجمعوي. من بعد فاش رجعت واستقريت في مدينة فاس، كنت لو ديريكتور جينيرال دو باري سبورتيف اللي في البطحة، جلست واحد 5 سنين تقريبا في لو ميم دومين. تما حاولت ما امكن اننا مع الشركاء ديالي اللي كانوا انذاك، كنا كنحاولوا ما امكن نديروا كل ما هو جمعوي كل ما هو انساني في وسط الجمعيه، وكنا ناشطين بزاف كاع يعني من الاوائل اللي كان كيحنيو البنيات الصغار، كنا كنديروا احتفالات وهاد المسائل، يعني كانت الجمعيه ديالنا هي السباقه لهذه المبادره الطيبه. انت حاليا رئيس جمعيه تلال الاطلس، هذه الجمعيه كيف تم تاسيسها؟ هذه الجمعيه لان كنت كندير فيس بريزيدون تاع اليوس فاس كرة القدم، وكنت كنستضف الشباب يو 15 حتى يو 9 في الديار الفرنسية، يعني كانت واحد التجربة اللي فريدة من النوع ديالها، لأن باش تستقطب إيكيب ناس شعبية إيكيب دوزيام ديفيزيون كانت على ليبوك، كتديهم من هنا من المغرب تديهم حتى لفرنسا يلعبوا دي تورنوا انترناسيونال، تعرفوا على منتخبات او فرق من بلجيكا من انجليز من المانيا من فرنسا، كان اول بلد العربي اللي كيشارك في هذا لي تورنوا، ديتهم مده 3 سنوات متتابعه وسنه ديتهم المانيا. ولكن واش خرجوا لنا شي لاعبين في المستوى؟ كانوا عندنا لاعبين في المستوى لان كان ثلاثه ديال اللاعبين على ايبوك يو 15 كانوا غيمشيو كاع الاحتراف، ولكن الظروف خاصه بهم ما كملوش، سي مالوغو للاسف، لان بحال هاد المواهب يعني القات اللي احتضنها، لان الحمد لله كانوا خداو احسن لاعب احسن دفاع، ميم الفرقة كانت خدات أحسن فرقة في لا ديسيبلين وفي الاحترام وفي كل شيء. وفي الحقيقة كيخصكم تعاودوا الفكرة، لأن في مدينة فاس كتسخر مجموعة من المواهب، والمواهب كيخص غير اللي ياخذها وياخذ بيدها ويطلعها شي شوية، نقول ما نقولوش النجومية ولكن على الأقل واحد المستوى راقي اللي يمكن لها تلعب في البطولات. بالنسبة للعمل الجمعوي اللي هو ما هو رياضي، الحمد لله دائما ناشطين. كانت الاستضافة دائما مازال عندي الاستضافة، كانت هذه السنة كاع كانت عندي الاستضافة في لو موا دو جويي، ولكن الظروف نتاع لو كوفيد و
بزاف اللي كانوا الفرق ما كيتدربوش داك الشيء، خليناها للسنه المقبله ان شاء الله الا بقينا من الدنيا. وكنا استضفنا اول بطوله دوليه هنا في فاس، نعم، رغم انها ما كانش عندها صدى في الناحيه الاعلاميه، ولكن نجحات بواحد، انا بعدا بالنسبه ليا كانت نجحات 100%، وكان لها صدى جد طيب، لان الان كيراسلوني وكيتصلوا بيا في اوروب مغربيه، بغاو نديروا نفس لورغانيزاسيون اللي كنا درنا في 2018 واقيلا على ما اظن. ونشوفوا ان الامور ترجع الامور لمجاريها ان شاء الله تعالى في المستقبل القريب. رجعوا لجمعيه تلال الاطلس، وكيفيه تاسيس هذه الجمعيه؟ كما قلت لك الاستاذ محمد ريان، بالنسبه للجمعيه كيفاش تكونات، كانوا عندي اصدقاء اللي هما فرنسيين، فاش كنا كنصادفوا لي زيكيب نتاع من المغرب، يعني كنكونوا حنا اللي كنقلبوا لهم على الراحه ديالهم، على النشاط ديالهم، على الاكل ديالهم، على الفسحه ديالهم. يعني قلنا علاش ما نكونوش جمعيه، واننا كننشطوا في المجال اللي ما هو رياضي. كانت دائما كنبغي انا نبين لا كولتور ماروكان، لا كولتور ماروكان، لان الحمد لله الى ايفاست يعني كبيره بزاف. و سي مالوغو فاش كنشوفوا ناس اللي ما كيحاولوش يبينوا داك الطاقات ديالهم، داك المواهب ديالهم، او داك الثقافه ديالهم في بلاد الغربه. نعم، لان الفكره اللي كانت عندنا اننا داك المغربي اللي كيهاجر من المغرب من اجل فرنسا عمال أو من غير من اجل العمل ويجمع الفلوس ويهود البلاد ويدير مشروع. حنايا ك ان نوفيل جينيراسيون حاولنا ما امكن نبينوا الطاقات ديالنا. ها هو المغربي اللي عاش في المغرب شنو يقدر يدير. نعم، والحمد لله رب العالمين. وكنشكر كاع الاعضاء اللي معايا في الجمعيه، اللي جنود الخفاء كما كنقولوا. نعم، والناس اللي معقولين. رحنا ماشيين مزيان، وحاولنا نديروا كل ما هو ثقافي رياضي ودابا جمعوي وانساني، وبزاف ديال الحوايج اللي درناها زوينين. نعم، شيء جميل اننا نشوفوا الجمعيات خارج الوطن تشتغل في هذه الميادين ككل، غير هو جمعيه تلال الاطلس اسم رنان، كيف تم اختيار هذا الاسم؟ تلال الاطلس، يعني انا دائما نخلي الاخوان كاع كلهم يتكلموا على يعطيوني راي ديالهم في اسم من الجمعيه. كان واحد الصديق والاخ جون من هذا المنبر كنحييه، هو خدا هذا التلال نظرا اللي حنا عندنا الجبال الاطلس، عندنا التلال، عندنا التلال بزاف. ولي زونسيان مينور ديال المغرب كانوا سكنوا بزاف في لو نور دو لا فرانس، كانوا كينتجوا كل ما هو فحم او ثروات الحميه الارضيه، وكانوا تيلمون كيحفروا كيهدت ولاو جبال تمايا. قال لي علاش ما نكومباريزيوش، نديروا ان كومباريزون او لا نديروا واحد الشكل، لان هنا عندنا تلال في فرنسا وانتم عندكم في الاطلس، ونديروا تلال في الاطلس. بحال درتوا التوامه. درنا حاولنا نديروا هذا التوامه، يعني سميناها تلال الاطلس، وزناها دير يديك على قلبك، لان الاعمال اللي خدمناها من بعد يعني كيخصها شي شويه ديال التضحيات، وخصها شويه ديال الاسر، خصو يدير يدي على قلبه وانا بخدم بزاف بزاف، لان باش تخلي من الوقت ديالك، من العائله ديالك، من المال ديالك، من بزاف ديال الحوايج، ما سي با دوني ا تو الموند. اهم الانشطه اللي برعت فيها الجمعيه؟ الجمعيه الحمد لله لو لا بيريود الكوفيد كنا استقرينا في فاس مده ديال 3 شهور ونص، لان كنا كنخدموا على هذا كل ما هو انساني، لان كنا كنطرقوا بعض العائلات، كنا كنشوفوهم، حاولنا ما امكن نكونوا من السباقين. اللي درنا قفه رمضان، درنا حنا البنيتات العام اللي فات، كاين عائلات اللي كان عندهم مشكل ديال الماء الضوء، وهذا حاولنا نعاونوهم. والحمد لله الجمعيه دائما كنشكر كاع اللي كيساهموا، الاعضاء ديالها، لان من مالنا الخاص كنحاولوا ما يمكن نساعدوا هاد الناس اللي كيكونوا محتاجين لينا. بعض المرات ما كنكونش عندنا لا حول ولا قوه، ولكن كنحاولوا ما يمكن على قدر المستطاع ديالنا. كتلقاو صعوبات وعراقيل، واش هاد الصعوبات والعراقيل كتلقاوها هنا في المغرب او كتلقاوها كذلك في الديار الفرنسيه؟ ولا يخفى عليك كيما الديار الفرنسيه كيما الديار المغربيه، كاينين الناس اللي ميسورين، كاين الناس اللي محتاجين.
حنا كنحاولوا ما يمكن نعطيو ان اكيليبر سورتو عندنا فرنسيين في الجمعيه ومغاربه يعني كنحاولوا نعطيو ليكيليبر للنشاط اللي كنديروه في المغرب كنحاولوا نديروا نشاط مقابل او مشابه للنشاط اللي كنديروه في المغرب نعم وكنلقاو العراقيل هذه ولكن عندنا تحديات دائما وطبعا لان الانسان كيركب هذا العمل الجمعوي ضروري شويه ديال الصعاب وداك الصعاب كيخصو يتغلب عليها شويه الاراده شويه الصبر وشويه ديال التضحيات اكيد انكم كتضحيوا من وقتكم مالكم الخاص غير هو العمل الجمعوي في فرنسا واش كيختلف كليه على العمل الجمعوي ده في المغرب نعم اعطيني صراحه اعطيني اوجه دائما كتجيني داك اوجه الاختلاف والاعتلاف كتجيني واحد الغيره ودائما كنهضرها في لي لايف ديالي كنقول علاش ما نكونوش حنا بحال هاد الناس او علاش كيف ما نكونوش لان كتبين لنا الصوره الصوره كنقول علاش لان فاش كطرق باب اي اداره او اي شركه او هذا وكيعرفوك النوايا ديالك وثقافتك وشخصيتك كيحلوا لك الابواب هنا العكس هنا العكس ما كنحاولوش نطرقوا لان كنعرفوا البيبان غيكونوا مشدودين علينا كنحاولوا نجتهدوا ولكن الحمد لله ديال دي جينيراسيون اللي جايين والحمد لله الجمعيه بدات كتبين دايما داك العمل ديالها يعني ولا عندنا داك الناس هما كيقول لك اسيدي الا احتجت شي حاجه مرحبا بك حنا ما كنحتاجوا غير داك الدعم المعنوي اكثر ما هو مادي او ما شابه ذلك طبعا كيخص شويه ديال التشجيع باش الانسان كيستمر في العمل ديالو العمل الجمعوي مؤخرا بمدينه إيموزار مرموشه قمت بواحد النشاط كبير انا نبغيك تحدثنا على هذا النشاط اللي تقام في اواخر شهر رمضان المعظم وهي كما قلت لك الاستاذ ريان لان الجمعيه هي جمعيه كنا فرنسيه مغربيه لان هذا النشاط ترك واحد الاشعاع كبير في المنطقه هذا شفناه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتفاعل ديال الناس كيف كان هذا نعم. بالله سبحانه وتعالى حنا الجمعيه كما قلت لك هي جمعيه فرنسيه مغربيه كنلعبوا كاع في التراب الفرنسي او في المغربي ما عندناش واحد المكان رغم انني انا ولد مدينه فاس تربيت فيها وكبرت مع الاخوان وعندي اصدقاء ديالي بزاف خوتي بزاف هنا في فاس الا انني انا مع اعضاء المكتب لان ما كناخذش انا اون ديسيزيون بوحدي دائما يعني عمل جمعوي هذا قال لك علاش ما نخرجوش على مدينه فاس لان كنشكر لان انا براسي حضرت الجمعيات اللي شابو ليهم كيخدموك خدموه بينوا مسائل ديالهم شنو كيقدروا يعطيو حنا حاولنا ننتقلوا من مدينه فاس الى مدينه إيموزار في شخصها الاخ والصديق لان بيني وبينه اخوه وصداقه قبل ما مصطفى الخصم اللي استضفنا صراحه وكان دائما حاضر معنا دائما كنا كنكونوا دايرين يوم كينتقل من 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 مقر العمل ديالو حتى لهنا لفاس كنجلسوا كنهضروا حاولنا تاش قال لك بسم الله هو براسو كان متفاجئ الحمد لله بالعمل اللي كنشكر بزاف الاخوان اللي ساهموا في النجاح اللي من بعد نهضر عليهم شي شويه لا انا هي مناسبه باش انك تكلم اليوم لان نعطيو لكل ذي حق حنا الحمد لله الجمعيه كما قلت لك ما كتتكونش من شخص واحد والعمل عمره ما كينجح الا اذا كان معك ناس اللي دي كما كنقولوا دي براف زون يعني في شخصها الاستاذ السي محمد بن يحيى الاستاذ فواز الاستاذ الشامي دكتور عبد العالي هادو ناس اللي كانوا مخليين العمل ديالهم المال ديالهم كينشطوا وخلاو بصمه اللي هي عطاتنا هذاك لو فخويخ اللي خديناه دابا غاسا ماشي عليا انايا ولكن حنا كنجيبوا فكره ولكن ذاك لو جروب اللي خدم واللي جرى واللي سبق واللي انت كتب الورع على الارض حنا الحمد لله انت كتب الورع على ارض الواقع نعم. هو شحال ديال المستفيدين اللي استفدوا في ذاك الحفل ديال الحنا اللي حنا كانت عندنا اتفاقيه مع السيد الرئيس والاعضاء ديالو على اننا غادي نحنيو 400 بنيته ما شاء الله مستفيده فإذا بنا وصلنا ل 800 بنيته مستفيده وكان يعني واحد ضعف الامر ولكن الناس ديال المنطقه الناس ديال المنطقه والناس وخدات واحد الشعاع وواحد الاشعار اللي حنا ما كناش متوقعينه حنا كنا كنقولوا يمكن حتى داك 400 اللي انا فاش هضرنا مع الاعضاء قال لك راه محال واش توصلوا ل 400 فاذا بنا تفاجئنا في الصباح المبكر
لان الاخ بن يحيى هو اللي كان سباق داخل في سيغ لو تيغان. اننا وصلنا ل 200,000 وهي في الساعه 8:30 ولا 8:30 وعد رمضان. انا فاش جيت تفاجئتي، كنت متفاجئ بزاف اننا حنا مازال كنديروا لي بريباراسيون والناس ديجا باغيين يفقاش حني وباغيين يفقاش يفرحوا. فريمون كان واحد ليفينمون اللي زوين بزاف. المهم انكم رسمتوا الابتسامه على وجه ذاك الاطفال وفرحتهم بذاك المناسبه الجميله وهي مناسبه ليله القدر المباركه. نعم. نتمنى لكم طبعا مسيره موفقه ان شاء الله في حياتكم الجمعويه. غير هو بغيت نسولك، الجمعيه ليس لها طبعا انتماء سياسي وما عندهاش علاقه بما هو سياسي او بما هو حزبي. هذا السؤال المره الثالثه كيتطرح عليا. المره الاولى في 97. لا، لماذا كيتطرح هذا السؤال السي مصطفى؟ هو ان كاين بعض شي احزاب كيركبوا على الجمعيات من خلال الانشطه ديالها باش كيبغيو يبانوا، ولكن الانسان كيكون مستقل بذاته ماديه ومن خلال تضحيات الاعضاء هذا كيكون شكل اخر. كما قلت لك هذه المره الثالثه طرحت عليا، اول مره في 97 وثاني مرة مع القنصلية المغربية في فرنسا. نعم. ثالث مرة من عندكم. مرحبا. احنا انا ما عنديش شي طابع سياسي. احنا عندنا الله الوطن الملك. هذا هو الشعار ديالنا، وحنا كنحاولوا نخدموا الطابع السياسي مع الله سبحانه وتعالى. لان فاش كتخدم شي مسائل وانت من قلبك باغيها ومسيب لي واحد لله سبحانه وتعالى، هذا العمل اللي كنديروه يجعلو في الميزان المقبول لينا ولجميع الاخوان اللي كيساهموا، هذاك هو الفرحان عندي. انا ما عندناش انتماء سياسي، وحنا كنخدموا مع اي واحد عنده واحد الهدف اللي هو معقول وستريكت نخدموا معاه. اكيد. غير هو من خلال هذه الانشطه اللي ذكرتي، شنو هو النشاط اللي كتفكروا فيه وباغين انكم ديروه وما لقيتولوش كما كنقولوا الجهد؟ يعني ضروري ان عندكم شي برنامج محطوط ديال شي نشاط معين بغيتوا تقوموا به داخل الجمعيه ديالكم، جمعيه تلال الاطلس. والحمد لله مازال واحد البرنامج، لان كنا في فرنسا حاولنا نجمعوا كراسي متحركه، جمعنا بزاف ديال الماتيريال ميديكو اللي كنا باغيين نهبطوا من المغرب، ولكن مع كامل الاسف مازال ما وصلناش بور لو ترونسبور، لان خص واحد لو لوجيستيك باش تجيبهم، خص وزاره الصحه تعطيك واحد ما عقدناش اتفاقيه شراكه. حتى الان الجمعيه مع مؤسسات عموميه، عندنا مؤسسات تعليميه اللي كنا شاركنا درنا عقد شراكه السنه الماضيه، لاننا فرقنا عندهم لي فورنيتور سكولير اللي استافدوا منها 110,000، ولكن هما ما نقدروش نعطيهم دابا. عندنا شي اتفاقيات ولكن مازال ما نطرحوهمش على قدر الواقع حتى نكونوا مقادين كل شيء ان شاء الله تعالى، ونتمنى لكم التوفيق. قبل ما نختم معك البرنامج، ماذا يمثل لك المغرب؟ المغرب هو القلب ديالي. فرنسا القلب النابض. والقلب النابض. نعم. وماذا تمثل لك فرنسا لانك عشت فيها اكثر من 20 سنه؟ هي الام، لان صراحه المغرب عطاني وفرنسا عطاتني، ما يمكنليش ننكر واحد فيهم. ما نقولكش لا فرنسا ما عطي، لا حتى هي عطاتني، لان هي اللي وصلتني دابا لهذ المكانه، هما اللي ساعدت بزاف ديال المسائل اللي لقيت راسي فيهم. كما المغرب حتى هو الحمد لله كما قلت لك هو القلب النابض، ما يمكنليش نقول غير هذا الشيء. اكيد. ماذا اضاف لك العمل الجمعوي؟ العمل الجمعوي الحمد لله اضاف لي بزاف ديال الحوايج اللي كنت لان يمكن الناس كيهضروا عليك وانت ما كتعرفهمش، لان بالاخلاق ديالك وبالتربيه ديالك كيوصل الصدى ديالك واخا ما كيعرفوكش. والعمل الجمعوي كيعطيك ذاك الحس الانساني، لان فاش كتفرح ناس وكتشوف ناس كيتصلوا بك، ولا كتكون عندك واحد البرنامج وتشوف ناس دي بينيفولا جايين يوقفوا معك، يعني تما كتحس بان الحمد لله مازال الخير في الدنيا، ماشي تقطعش ما تقطعش. دائما عندنا هو اللي كيخليو لنا دائما ليسبوار، دائما كنحاولوا نقلبوا على الجديد، دائما نقلبوا نديروا شي حاجه مزيانه. وغير انا نضيف لك واحد، يعني الحمد لله الجمعيه كما قلت لك كانت فرنسيه مغربيه. نعم. ودابا وصلنا لواحد القرار
ان نظرا للمنخرطين اللي كيجيونا من تقريبا بزاف ديال الدول غتولي جمعيه دوليه ان شاء الله في قريب ما هو بعيد. هذا خبر طبعا مفرح لان كنبغيو ان الجمعيات هكا توسع والانشطه ديالها كذلك توسع. ما اشتغلتوش على القضيه الوطنيه خلال العمل ديالكم في الجمعيه لتعريف القضيه الوطنيه، قضيه الصحراء المغربيه اللي هي شغل كل المغاربه؟ اليوم كنا مع واحد الاخت رشيده اللي هي ناشطه مغربيه في الديار الاسبانيه، وكانوا استضفوني في واحد البرنامج في اسبانيا ديالهم، وهضرنا على الجمعيه وهضرنا على العمل الجمعوي. حنا دائما القضيه الوطنيه في القلب، دائما كندافعوا عليها عن بعيد او عن قرب، راه حنا كندافعوا عليها. والحمد لله المغرب ما داير شي حاجه اللي خطا، كنشوف من حق المغربي ياخذوا بالسلم وبالضحك وبالانسانيه وبالدفاع عليها في الاماكن الدوليه. نعم سي مصطفى ابو ليلى، شكرا لك على كل هذه التوضيحات، كنت معنا ضيفا خفيفا، نتمنى ان نكون ما تقلناش عليك بالاسئله. الله يرضي بارك. كلمه اخيره في حق البرنامج. كنشكرك سي محمد ريان على الاستضافه، وكنشكر الاخ سي محمد بن يحيى على الاستضافه ديالو في قناه فاس تي في 1، وكنتمنى لهم التوفيق ونشوفهم في احسن صوره باذن الله الواحد الاحد. شكرا. ان شاء الله. الى هنا سيدتي سادتي، نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج مع الجمعيات، مع تحيات محمد بن يحيى. إلى اللقاء في الأسبوع القادم بحول الله.